جمع مرة تانية سريعة أسباب الهايبر كوليسترولميا، وبعد كده نزود بقى how to prevent lifestyle اللي يعني prevention للهايبر كوليسترولميا. انت ورا يلا. قلنا المرة اللي فاتت ممكن نقسم أسباب الهايبر كوليسترولميا primary و secondary. primary error inherited error ممكن مباشر في ميتابوليزم بلازما لايبو بروتين، لأن خدنا في جدول كده أسباب الهايبر لايبو بروتينيا اللي هو كلمة كليك CLEC. طب type 1 deficiency of C اللي هو ايه؟ لين فاكتور لايبروتين لايبيز مين ما يصغرش؟ الكارمايكل الكبيرة دي اغلبها تاج هايبر تراي اسايد جليسرولينيا، هايبر تاج مفروض اغلبها تاج مش كوليستيرول. مين تاني ما يصغرش؟ في ال جي ال اغلبها تاج برضو هايبر تاج. لو الناس تفتكر المكتوب في تايب 1، الناس اللي عايزه تركز من الاول كده تلاحظ ورا مكتوب فاميليال هايبر تراي اسايد جليسرولينيا، يعني هايبر تاج. تايب 1 ديفيشنسي كرين فاكتور هو اساسه هايبر تاج، وقلنا ساعتها الفي ال جي كمان بتترسب في اورجانز معينه مش بلاد فيزل وول، روماتايتس بنكرياتايتس. طيب طب تايب 2 كلمه كليك ديفيشنسي وال ريسبتور ده ينفع عشان ديفيشنسي اوف ال دي ال ريسبتور معناها ان ال دي ال هتزيد في الدم ودي جواها مينلي كوليسترول استر اثيروسكلروزيس وسكيميك هارت ان يونج ايج سواء تايب 2 اي او تايب 2 بي. كلمه كليك اي اللي هو تايب 3 بقى ابو ايه مش ديفيشنت ميوتنت اللي هو اسمه اي 2 اللي هو الافينيتي بتاعته للريسبتور في الليفر قليله في السيركيليشن الاولى الكايلو مايكرو الكبيره لما صغرت بقت كايلو مايكرو ريمننت. ما هو ايبو اي اللي كان المفروض يوصلها فين؟ في الليفر. ايبو اي ريسبتور ميوتنت يبقى مين يتراكم في الدم؟ كايلو مايكرو ريمننت ودي ميلي كوليسترول استر يعني هايبر كوليسترولينيا فعلا. السيركيليشن الثانيه لما خرج من الليفر في ال دي ال اي دي ال ال دي ال الاي دي ال المفروض الصوم يرجع للليفر ازاي؟ بي 100 اي ريسبتور اي والاي ميوتنت يبقى نص الاي دي ال مش هيرجع للليفر اي ميوتنت افينيتي قليله للريسبتور يبقى كل الاي دي ال هتتحول في الاخر الى ال دي ال هايبر كوليسترولينيا وسكيميك هارت. يبقى تايب 3 ميوتنت ايبو اي هيزود كمايكرو ريمننت يعني كوليسترول ايستر هيزود ال دي ال كل الاي دي ال بقت ال دي ال بقت برضه هايبر كوليسترولينيا. احنا ممكن بقى طبعا تايب 4 ده الوحيد اللي كان مش انهيرتد ده وده المور كومن اكوايرد من هاي فات هاي كاربوهيدرات دايت وفريكوينت. يعني ممكن تلخصه تايب 4 بكلمه واحده كلمه الايه؟ مش هو ده الفريكوينت انتيك اوف هاي فات ده زود ال ال دي ال في الدم بسرعه مكتسبه من الاكل. طب ليه زادوا؟ عشان الكوليسترول الاول زاد جوه الخلايا فعمل داون ريجوليشن اوف ال دي ال ريسبتورز. لما قلت الريسبتور ال دي ال تراكمت في الدم وترسبت في بلاد فيزيبول. مش عارف الناس سرحانه كده ليه في ايه؟ نركز. فيا اما هايبر لايبوبروتينيا كانوا معاكم ريمننت اي دي ال بقت كلها ال دي ال ال دي ال مش لاقي ريسبتور هسأل سؤال مش عارف اقول المعلومات كده على طول طالما الناس بالشكل ده هو في هايبولايبوبروتينيميا هايبولايبوبروتينيميا تعمل هايبر كوليسترولينيا في هايبولايبوبروتينيميا تعمل ايه بقى؟ deficiency of بتقول لكم deficiency of HDL اللي هو كان اسمه تانجير ديزيز او موجوده بس مش عارفه تحبس الكوليسترول جواها اسكوليسترول استر عشان ده deficiency
inherited genetic deficiency of مين اللي كده؟ فالإنزيم جوه ال HDL بيحاول كوليسيل كوليسيل إستر لسيفين كوليسترول أسايل ترانسفريز لما يجيب فاتي أسيد من اللسيفين أوتر كود في HDL أو deficiency of an apo بروتين اللي بينشط الإنزيم. مين كان بينشط الإنزيم؟ apo A1. الكلام المفروض نستوعبه لأن الكلام يعني تعاد كذا مرة. HDL قليلة دي بتاعت النظافة دي اللي كانت بتعمل ووش اكسس كوليسترول من اكسترا فات تيشو من باف فيزيبل وول من اذر كلاس بروتين تو ذا ليفر. الاتش دي ال قليله مفيش نظافه. الانزيم ده كان جواها مهم من غيره ما تشتغلش. والاي 1 ده اللي كان بينشط الانزيم او اكوايرد من عادات غذائيه سيئه بتعمل هايبر كوليسترولين. امال سكندري هايبر كوليسترولين سكندري تو ايه؟ تو انذر ديزيز. زي طب ايه اللي بيحصل في الدايبيتس؟ بس نجمعهم الاول. دايبيتس نيفروتيك سيندروم يعني ده مرض في الكيدني. نيفروتيك سيندروم هايبوثايرويديزم ثايروكسين قليل اوبستراكتيف جوندس. طب شو الدايبيتس بنوعين؟ هو انا اعرف ان تايب 1 دايبيتس اللي هو كان اوتو اميون اللي هو ديستراكشن او بيتا سيل وبنكرياس. فدايما الانسولين جلوكاجون ريشيو اخباره ايه؟ اخباره ايه؟ قليل. طب كويس قليل ده يخليه في الاديبوز تيشو لايبولوسيس. انسولين اقل هرمون فاستنج اعلى بيبقى جلد العض طالما ما بيتعالجش كويس فيطلع في دم فري فاتي اسيد فيزيد دليفري اوف فري فاتي اسيد للاورجنز المختلفه جاي من الاديبوز انكلودينج تو ذا ليفر. سؤال بقى ده يزود في الليفر الفري كوليسترول اللي فيه او اتش بتحب الميه ولا يزود الكوليسترول استر؟ طول كده بيزيد الاسترفيكيشن اوف كوليسترول ان ليفر ده بيكره الميه تماما. ويتش تايب من الاثنين دول اللي ممكن يتحول لبايل او اكسكريتد ويز بايل؟ الفري اللي فيه اتش تحب الميه ده المفترض يتحول لبايل او ينزل معاها. لكن بالذات في الليفر دلوقتي ده ولا الاستر ولا بيتحول لبايل ولا اكسكريتد بايل ده انسو ده ووتر انسولوبل. فالليفر ما بيخزنش الدهون ما يوديه فين يعني بيخرجه جوه كوره اسمها في ال دي ال يبقى توزيع خاطئ للكوليسترول بدل ما بينزل مع البايل بيطلع في الدم في ال دي ال اي دي ال ال دي ال ال دي ال يعني اثرو سكليروز. فتقول في التايب 1 الجلد العام حرك الفاتي اسيد من الليبوز الى الليفر بزياده من اللايبولوسيس عشان هرمونال ستيتس عشان ان كنترول تايب 1 فأدى الى زياده الكوليسترول الاستر اللي مش هينزل بايل يطلع في الدم. تايب 2 دايابيتس ما تقولش كده هكتبه على جنب هنا. تايب 2 دايابيتس ده اللي بياكل كل ساعتين ده اللي عنده هاي انسولين على جلوكاجون. قلت له كده لو انا قبل ما افتري كده في الاكل كنت معتدل الاول كنت مثلا انا باكل معتدل المفروض ادخل رقم كده افتراضي 100 جلوكوز جوه الخليه في الدقيقه 100 مولكولز بير مينيت بقيت كل ما ساعتين بملاها المفروض بقى ادخل 1000 جلوكوز جوه الخليه في الدقيقه هدخل 400 فانت سبت 600 في الدم عشان الانسولين ريسبتورز اقل من المطلوب. الانسولين اعلى والريسبتور اقل اللي هو اسمه داون ريجوليشن انسولين ريسبتور. فاذا ساب 600 جلوكوز في الدم دي هايبر جلاسيميا بس دخلت 400 مش ده اكتر من الاول. وبعدين حتى دخول الجلوكوز كمان في الليفر من غير ايه؟ الانسولين وانا باكل كتير. الجلوكوز ده ما هو ده اللي بيدي استايل ايه؟ وحده تصنيع كوليسترول في الليفر وفي غيره. يعني هتنشط الانزيم اللي بيصنع الكوليسترول اللي اسمه HMG كوير ريدكتيز واللي هو اصلا بيتنشط بالانسولين اللي دايما عالي عندك. يبقى اديت السبستريت استايل كوير من الجلوكوز ما انت بتاكل كتير وكمان الانزيم بيتنشط بالانسولين. هنا تقول في تايب 2 في زياده حقيقيه في الدينوفوسنز والكوليسترول والليفر ما يخزنوش يطلعه برضو في ال دي ال. في الحالتين تايب 1 تايب 2 الليفر هيطلع كوليسترول جوه الفي ال دي ال بس واحده في التايب 1 عشان توزيع خاطئ للكوليسترول بدل ما ينزل مع البايل يطلع في الدم عشان الاستر مش فري. لكن الثانيه عشان بناء حقيقي من استايل كوير الجلوكوز اللي اكله بكميات كبيره فيطلع برضه في ال دي ال ده توزيع خاطئ لكن ده سنس الكوليسترول ايه؟ زاد في الليفر ويطلع في ال دي ال. ده الدايبيت هايبر كوليسترولينك لما ما بيتعالجوش ويجي لهم اسكيميك هارت وتتكرر معاهم العمليه اكتر من مره طالما ما بيسمعوش الكلام ومعاه شرب سجاير وحاجات تانية تزود المواضيع يعني.
secondary to diabetes. Secondary to diabetes. أو secondary to nephrotic. إيه اللي يخلي واحد عنده nephrotic syndrome؟ يعلى كوليسترول في الدم. Nephrotic heavy albuminuria. طب الألوين اللي بفقده في اليورين ده مش ده مهم جدا to maintain the normal osmotic pressure of plasma؟ لما انت ما اصحابش osmotic pressure الميه تقرب بره ده ميه يجي لك اديمه بالمر اديمه برين اديمه. فاذا لازم الليفر يعوض الألوين اللي بيقع في البول. لو الليفر بقى قاعد يعوض الألوين عشان بيقع في البول هيبقى على حساب بناء حاجه ثانيه مهمه مليانه ايبو بروتينز على حساب بناء ال HDL. فالليفر مشغول قاعد يصنع ألوين بيعوض اللي بيقع في البول في النفروتك. يبقى بعد شويه مين يلف الدم؟ مش دي بتاعه النظافه؟ مش دي بتنظف كوليسترول من التيشو؟ اتوقع يحصل هايبر كوليسترولميا واثره ايه؟ سكليروز. فالنفروتك لو اتساوت فتره طويله بدون علاج. هايبوثايرويديزم يعني سكندري تو دايابيتس سكندري تو نفروتك. هايبوثايرويديزم الثيروكسين لما يقل هيقل النمبر of receptors على الليفر including يقل النمبر of HDL receptor. عشان كانت مليانه ايبوبروتينز. اكتر واحده كانت لودد من ايبوبروتينز كانت مين؟ ال HDL. بناها معتمد على السنس اوف بروتينز في الليفر بكميه كبيره. حتى كثافتها عاليه ليه؟ عشان مليانه بروتينز وخارج كان فيها الفات ايه؟ قليل. اكتر واحده مليانه ايبوبروتينز. هنا هايبوثايرويديزم يقل النمبر ب HDL ريسبتور على الليفر يعني ما خدش اللي بتنضف من الدم اسيبها في الدم ويقل ال HDL ريسبتور اظن دي برضو فيها كوليسترول فيحصل اثرو اسكلروزز الريسبتورز قلت الثيروكسين كان بينشط الجينات اللي بتطلع الريسبتور في الليفر. اخر واحده مين بقى؟ اكيد لو في حصوه في الكومن بايل داكت هيقل الاكسكريشن اوف كوليسترول ويز بايل وده ميجور فيت. لو قل الاكسكريشن اوف كوليسترول ويز بايل اتوقع الكوليسترول يضرب فين؟ يعلى في الدم بعد كده. يبقى سكندري تو نيفروتيك هايبوثايروديزم اوبستراكتيف جوندس دايابيتس او برايمري والمور كومن عادات غذائيه سيئه كرونيك الكوهوليزم تمام فاتي ليفر فاتي ليفر. لا ثانيه واحده هقول بس كلمه في حاجه كده مشهوره كده واحد اوبيز البودي ماس اندكس بتاعه وحش وتلاقيه دبل ديسبوزنج فاكتور عند بعض الناس ومعاه تايب 2 دايابيتس ومعاه تايب 4 هايبر لايبوبروتينيا هايبر دي تايب 4 هتلاقي اوبيز بودي ماس اندكس وحش وهتلاقيه عنده تايب 2 وعنده تايب 4 هايبر لايبوبروتينيا الهايبر كوليسترولميا يعني ويجي له اسكيميك هارت وعنده هايبر تنشن والمره اللي يوريك اسيد عالي يا بعضها ليها اسم يسموها اكس سندروم يسموها ايه؟ اكس سندروم. بص في الشارع كده كم واحد شكله اكس سندروم عايزين نعمل بريفنشن للكلام ده. ايه اللايف ستايل اللي اتبعه اللي يمنع الهايبر كوليسترولينيا اعالجها مش بعد ما تحصل احسن امنعها من الاول. الاخ اللي ورا امتنع ايه في الاكل؟ الاكل اظبطه ازاي؟ حد يقترح اي حاجه انا مش عاجبني المنظر ده بصراحه يعني. طب ماشي هو طبعا ليه لو كربوهيدرات ريجيم واخس؟ الجلوكوز ما هو لايبوجينيك يعني فعلا بيدينا استايكول اللي بصنع منه كوليسترول طبعا ويديني الطاقه اللازمه للكوليسترول ايه؟ سينثيسيس. انا هعمل انت قلت عليه هقول هعمل ريجيم كربوهيدرات اوقف اكل الرز وعيش مكرونه ما الجلوكوز زياده هو ده اللي بيبني ايه؟ كوليسترول. اكتر من 50% من البودي كوليسترول جاي من جلوكو اندوجينس سينثيسيس. طبعا حاول تمنع الكوليسترول نفسه من الاكل يعني ما تاكلش صفار بيض ايج يوك بتاع بيضه واحده صفار بيضه واحده اديك 15 ملي جرام كوليسترول. ما تاكلش كبده اشمعنى؟ بس كان الميجور فيت اوف كوليسترول يروح الليفر يتحول بايض فالانيمال نفس الكلام فالليفر بتاع الانيمال مليان كوليسترول. ما تاكلش سمنه وزبده باتر برضه هتبقى مليانه كوليسترول. بحاول امنع مصادر الكوليسترول ايه؟ من الاكل. ما تاكلش امال تاكل ايه؟ نسيت اقول وفي حاجه كمان ما تاكلهاش السمنه النباتي ما
مارجرين. امتنع دي كمان ليه بقى؟ انا مش عارف صراحة اتكلم منه. في مشكلة عندكم ورم هو لسه مسخن يعني. في مشكلة؟ في سؤال طيب؟ المارجرين دي صناعة اللي هو بيحولوا الزيوت النباتية السائلة لسمنة شبه صلبة. احنا خدنا زمان في سنة أولى لو الفاتي أسيد فيه دبل بوند في النيتشر بتبقى سيز يعني اتشالت على نفس الناحية تخلي تشين مبنية بزاوية معينة 120 درجة. طب يا بتني إذا في مسافات بين التشين ضوء يعدي أوير سائل. لو لغيت الدبل بوند وزودتها اتشالت بالريدكشن ساتيوريتد فاتي أسيد هيبقى مفيش دبل بوند وستريت تشين عصيان جنب بعض مفيش ضوء بيعدي هي دي السمنة النباتية شبه صلبة. وجواها كمان حاجة اسمها ترانس فاتي أسيد. يعني إيه ترانس؟ اتشات اوبوزيت تبقى سريت تشين برضه يعني برضه شبه صلبة. الترانس فاتي أسيد والساتوريت فاتي أسيد دول هنشوف بعد خمس دقايق ازاي بيعالوا كوليسترول في البلازما. ما تاكلش السمنة النباتي بس هما اتفقنا مؤخرا ومعدلوا السمنة النباتي. في مارجرين نزعوا منه ترانس فاتي أسيد دول وفضل جواه بلانت ستيرول شبه الكوليسترول اللي هو بيمنع الانتستاينال ابزوربشن اوف كوليسترول. فلو قلت مارجرين وسكت يبقى ده التيبيكال اللي هو وحش في ساتوريت فاتي اسيد ترانس يعلو الكوليسترول. لو قلت ترانس فاتي اسيد فري مارجرين هيبقى نسبيا احسن. ده اللي فيه بلانت ستيرول شبه الكوليسترول يعلو الانتستاينال ابزوربشن اوف كوليسترول. طبعا ما تاكلش السمنه النباتي الرخيصه العاديه اللي هي مارجرين بترانس فاتي اسيد دي. إيه بعد خمس دقايق هيبان ليه اللي ما فيهوش دبل بوند او ترانس اللي بيعلي الكوليسترول. ما ناوي تاكل ايه؟ امتنعت كل ده امتنعت وقللت. طب هتطبخ بايه بقى؟ طبعا ماشي صح بس يعني جرين ليفي فيجيتابلز بلانت فايبرز. بلانت فايبرز خاص بروكلي. البلانت فايبرز بتمنع الانتستاينال ابزوربشن اوف كوليسترول. البايل بتوع جزء منها في الستول ولو الليفر ما جاتلوش البايل كامله بيتحرك يحول مور كوليسترول الى بايل يسحبه من الدم. فالجرين ليف ستابلز بلانت فايبرز هتقلل امتصاص الكوليسترول البايل نفسها والجلوكوز. وطبعا الجلوكوز بيبني كوليسترول وتديك سنس اوف فولنس يعني انت ايه شبعان. فدي مهمه في النيوتريشن. هطبخ بقى باللي انت قلت لي عليه فاتي اسيد بوفا. يعني ايه بوفا؟ بولي ان ساتوريتد فاتي اسيد فيه مور ذان 1 زيت ذره عباد شمس ممكن حتى 1 دبل بوند زيت زيتون اوليف اويل. بس نمسك البوفا ومن ضمنهم الاوميجا 3 فاتي اسيد زيوت بحريه سالمون وتونه وكود ليفر اويل كبد الحوت. ايه حكايه البوفا بقى؟ البوفا اللي فيه كذا دبل بوند له ميزتين. اولا البوفا بيعملوا الاوتر كود الاوتر فوسفوليبيد كود اوف اظن دي كويسه دي اللي بتساعد على تنظيف التيشو من كوليسترول. بوفا يعني اوتر كود اوف زائد كمان الحياه الفاتي اسيد لو في دبل بوند سيز. يعني ايه سيز؟ نفس الناحيه التشين تبقى برضو بيقول لك دي تعمل فاتي اسيد من النوع ده يعمل استر بوند مع الكوليسترول سهله انها تفكها بالاستريز عن انت عملت فاتي اسيد ساتيوريتد او ترانس عملت بيه استر بوند ستريت. يعني ببساطه دي ايزلي هيدرايزابل احصل على الفري كوليسترول اللي هو بينزل مع البايل ابو اتش بتحب الميه. يعني تقريبا كده شبهها لو جسمي ده حالات الكوليسترول الاربعه اللي بيكرهوا الميه دراعي فاتي اسيد كتفي استر بوند. لو في دبل بوند والتشين متنيه فعلا الاستر بوند مكشوفه بفكها الاستريس بسهوله احصل على الفري كوليسترول ابو اتش بيحب الميه ينزل مع البايب. لكن الفاتي اسيد من غير دبل بوند يا اما ساتيوريتد يا ترانس وستريت تشين فساعتها الاستر بوند مستخبيه تحت دراعي مش مكشوفه بسهوله للاستريس انزيم. ده كوليسترول استر بيكره الميه تماما ما بينزلش مع البايب بيطلع في ال جي ال اي دي ال ال جي ال من الليفر. فاذا احنا زمان بقولنا حتى السمنه النباتي زمان قلنا دي صحيه بس كان فيها ترانس فاتي اسيد بيزود بمرور الزمن ايه في الليفر كوليسترول استر اكتر من الفري اللي ما بينزلش مع البايب بيطلع في الدم. فقالت انها وحشه في الاخر. فالبوفا ليها ميزه الدبل بوند والتشين متنيه تفك بسهوله بالاستر بوند تحصل على الفري كوليسترول اللي بينزل مع البايب. والمؤكد ان البوفا بيعملوا اوتر كوت اوف اتش دي ال اللي هي بتنضف يعني. والاوميجا 3 زيد عليهم
بيدي derivative inhibit platelet aggregation. عكس الثرومبوكسين ايه؟ 2. والاوميجا 3 برضه بيقللوا حاجه وحشه. هل ده سمعنا عنه قبل كده؟ البروتين اسمه اللي هو بيتصرف زي ال LDL بيروح للاكسترا هيباتيك تيشو وممكن يترسب الجدار لو عنده ما يعمل اثره. وزائد انه في بروتين اسمه شبه مين؟ بلازمينوجين كومبتيتيف انهيبيتور يركب على الفايبرين كلوت ويركب على الفايبرين كلوت فيمنع تكسير الفايبرين كلوت يعني كومبتيتيف انهيبيتور اوف بلازمينوجين. يبقى الجدار طول فتره طويله حد بقى قاعد يفلسف عليهم شويه يقول لهم اصل ده بيروح على ال جي ريسبتور ويعمل كومبيتيشن على الريسبتور وال جي بقى تتراكم سواء ال جي زادت هايبر جلوسيرولينيا ده اللي زاد نفسه لوحده كان ال جي زاد برضه وهو برضه هايبر ايه جلوسيرولينيا هما الاثنين بيترسبوا في البلاد فيسل يعملوا اثرو سكلروز عمل كومبيتيشن ما عملش هو نفسه وحش لما بيتواجه زي ال جي ال اغلبه الاكسترا هيباتيك تيشو مش الليفر يعني. طيب اوميجا 3 بتوع سنه اولى طبعا ما ياخدوش رايبو بروتين اسمه طبعا اكيد يعني بس انا كنا عايزين المعلومه بتاعت الاوميجا 3 يدي ثرومبوكسين ايه؟ برضه السنه الاولى راح دكتور معين راح قال لهم طيب في جمله عندكم مشهوره الاسكيمو اللي بياخدوا زيوت البحريه اللي هو ما بيجيلهمش اسكيميك هارت عايزين ده بينا بلاتت اجري فراح الدكتور سالهم سنه اولى طب الاسكيمو بيموتوا برضه في سن صغير ليه؟ طبعا انا نفسي ما كنتش اعرف يعني الحقيقه ولا مش متاكد من السؤال ده هزار ولا بجد يعني هم الاسكيمو بيموتوا في سن صغير مع انهم عندهم بروتكشن اسكيميك هارت مش بياخدوا زيوت بحريه قالهم بيجيبهم بقى ايه؟ مش ده بيمنع بليت اجريجيشن؟ بيموتوا من السريبر ادفانتج. الله اعلم يعني ده حقيقي ولا لا. اتنين بليت اجريجيشن يعني سيبوا هيرمس يمنع الله اعلم. على العموم يبقى انت هتطبخ بايه؟ ذره وعباد شمس زيوت بحريه ماشي بس انا اسمع ان زيت الزيتون مميز اللي فيه 1 دبل بيقولوا عليه احسن كمان شيلوا كده اوليف اويل هو ايه؟ اوليك اوليك ده مونو ان ساتوريتد ده 18 كربونيه 1 دبل ده زيت زيتون هو فيه دبل بوند وماتني يعني برضو الاستر بوند بسهوله فكها من الكوليسترول واحصل على الفري ينزل مع الباي الميزه الثانيه 1 دبل بوند ازاي تبقى ميزه؟ المور ذان 1 دبل بوند مش بس بيركب على الكوليسترول يعمل استر لكن كمان بيركب في الفوسفوليبيد اوف سيل ميمبرين وجود الدبل بوند في السيل ميمبرين شيء طبيعي بيدي فلويليتي للميمبرين لكن للاسف الدبل بوند في الميمبرين مكان بتهجم عليه الفري راديكلز لو كمان جوه الخليه تقطع الدبل بوند وتطلع منها مور فري راديكلز ولو انت عملت دامج في الميمبرين او ده فيها لاينين بلاد فيزل وول بيحصل عليها بليتد اجري جيشن كلوت فورميشن القشره بتاعت الاثرو سكلروز الدبل بوند الكتيره عيبها الوحيد بيهجم عليها اكتر فري راديكال مور دامج في الممبرين اوف انفيال لاينينج لكن وان دبل بوند بقت اقل في النمبر نسبيا مور بروتكشن ضد الفري راديكال فالطلبه يسالوا يعني انا اطبخ بزيت الذره وعباد الشمس ولا بزيت الزيتون؟ لو انا شخص طبيعي عادي خلاص ذره وعباد الشمس عادي خالص لكن لو انا عندي باست هيستوري ان انا قبل كده رصيت الكوليسترول في بلاد فيزل وول يعني عندي باست هيستوري واسكيميك هارت وحصل له بيروكسيديشن وطلع فري راديكال وعمل دامج اون ديسيل لايننج ميمبرين يبقى الاحسن انا عندك فاست ريسو سكيميك هارت فعلا تطبخ بايه؟ بزيت الزيتون يفضل وفي اشاعه عند المصريين ان انت لو حمرت ابو دبل بوند انك بتكسرها وتطلع فري راديكال اشك ان هذا الكلام صحيح ان هو يعني ما تحمرش ابو دبل بوند بيتقطع بالحراره وتطلع فري راديكال ما اعرفش الكلام ده في شعوب كتير بتطبخ عادي بايه؟ بذروع عباد الشمس والزيتون هيبقى مفيش مشكله يعني عشان عندهم اشاعه دول. طيب يبقى انا هطبخ بيه بقى؟ ذروع عباد الشمس، زيتون، زيوت بحريه ماشي وما تنساش الاكل الصحي المفيد اللي انت ايه؟ فايبرز ليه؟ نقول من خمسه العب رياضه هو كوليسترول بيتحرق وبيطلع طاقه هو الكوليسترول بيتفتت بيطلع طاقة ولا احرق الجلوكوز قبل ما يصنع كوليسترول ولا احرق الفاتي اسيد قبل ما يروح الليفر يعمل كوليسترول استر اللي ما بينزلش مع البايل يبقى الحرق هنا مش الكوليسترول طبعا ده حرق الجلوكوز قبل ما يصنع كوليسترول حرق الفاتي اسيد قبل ما تعمل منه كوليسترول ايه؟ استر رياضة رياضة عند بعض الشعوب شيء طبيعي ويومي وعند بعض الشعوب شيء امرهم ملموس نو مش قلل
نو سموكينج وقلل الكافيين. نو سموكينج، التدخين بيزود الابينفرين ريليس. التدخين الناس بيقولوا بيعملوا مزاج ومش عارف ايه، بيزود الابينفرين اللي بيعمل لايبوليسيس في الادبوز، فيطلع فري فاتي اسيد يروح الليفر يعمل كونسير لايه؟ استر. اشرب سجاير وانت قاعد لي على مكتب ولا حاجه بتعمل لايبوليسيس بالابينفرين، فري فاتي اسيد سرح في الدم رايح الليفر تعمل كونسير لايه؟ استر. ما بينزلش مع الباين بيطلع فيه ال دي ال اي دي ال ال دي ال. طبعا امنع السموكينج، مشهور واحد عنده سكر وسموكينج ولاك اوف اكسرسايز بيرسم على اوضه القسطره وراي على اوضه القسطره. الكافيين برضو بيعمل لايبوليسيس. الكافيين برضو احنا زمان ميثايليك زانزين ده استيميت لايبوليسيس فعلا. ميثايليك زانزين يطلع في دم فري فاتي اسيد ياخده يعمل كونسيوم اسيد في الليفر. يعني المفروض يعني تبطل سجاير وتلعب رياضه وتعمل ريجيم وتبقى انسان جديد تقريبا. افهم بس السؤال ده. طب انا عندي سؤال، ليه فيتامين اي مفيد لحاجات زي كده؟ ديتوكسيكيت فري راديكال. طب ما هو سي ديتوكسيكيت فري راديكال، لكن سي ووتر سوليبل ما اختلطش بالكوليسترول، لكن ايه اختلط بالليبيدز لانه فات ايه؟ سوليبل. فديتوكسيكيت فري راديكال واختلط بالليبيدز في نفس الوقت. فانت لو قلت رصيت الكوليسترول بلاد فيزل وول وحصل له بيروكسيديشن وطلع فري راديكال تعمل دانش اندوثيال لايننج للبرين وبليت اجريجيشن كلوت فورميشن، فيتامين اي يقطع الخطوات دي لانه هتخلص في راديكال في بلاد فيزل وول لانه بيختلط بالايه؟ كوليسترول لانه فات سوليبل فيتامين. المفروض اخر حاجه ده لها الادويه، بس احنا خدنا نوعين من الادويه مين انهيبيتور اتش ام جي كويريدكتيز ستاتنز، ومين يمسك على الباي ينزلها في الاسطول كوليسترول. حد برضه في السي بي ال نطور معاه الامور، احنا بتوع بايو مش فارماكولوجي، راح مسك مش انتوا مكتوب عندكم كده ان ممكن في الباثوي الكوليسترول سانثيسيس بعد الميفالونيت ان في مركب معين ممكن ما يكملش كوليسترول ويدي مركب في الالكترون ترانسبورت شين كوكيو، وده ليبيد ده الوحيد في الالكترون ترانسبورت شين ليبيد ان. فدخلهم فارما قال لهم استاتين انهيبيت اتش جي كوريدكتيز ما كملش الباثوي لا كوليسترول، طبعا انا عايزه كده ما كملش كوليسترول وما تعملش كوكيو وهيبقى عندك ويكنس في المصر ومش عارف ايه والتاج الطاقه هيبقى قليل فهتعمل بروتيوليسس في المصري. ده استخدام مزمن للدواء، مش اول ما اخده طلع هيجي لهم انطباع ان هم اخدوا الدواء من هنا جالهم مصر بروتيوليسس من الناحيه الثانيه، بس ده مزمن للدواء، ده سايد افكت، ده فارماكولوجي، ده اسمه سايد ادفيرس ريكشن او سايد افكتس. انا بتوع باي نقول كومبتيتيف ايه انهيبيتور يمنع الديفوسنس اوف كوليسترول شبيه اتش جي كو ايه اتش جي كو ريدك. مش عارف الفلسفات عندنا زادت. طيب ده مهم البريفنشن. احنا عايزين بقى فاضل لنا الدايجيشن. احنا المره اللي خدنا دايجيشن، احنا خدنا دايجيشن اوف ليبيد ما خدناش ولا كربوهيدرات ولا بروتين، مش كده؟ ناخد دايجيشن اوف بروتين وكربوهيدرات. كل مرة لما عندي دايجيشن بروتين المفروض اوصل لحد الفري امينو اسيدز. طب لو عملت ابزوربشن بالتايب كده صغير، لو عملت ابزوربشن بالتايب وانت واحد ادلت ووصل للدم بتاعك بالتايب من الاكل، الاميون سيستم هيزعل منك وهيقول ده فور بروتين ويعمل له انتي بوديز ويحصل انتي بودي رياكشن يعني فود الرجي. المفروض امتص فري امينو اسيد عشان ما اعملش فود ايه؟ الرجي. طب اطفال حديث الولاده اللي بيرضعوا اللبن فعلا ممكن الهضم مش دايما كامل ويمتصوا ببتايد صغير، ليه الاميون سيستم بتاعهم ما زعلش؟ يعني اطفال صغيرين بيرضعوا اللبن يمتصوا ببتايد صغير، الاميون سيستم نوت ويل ديفلوبد يت،
زائد البروتين الصغير ده اللي جاي من اللبن قد يكون شيء مفيد اسمه اميونوجلوبين. انا خدت من لبن مناعه من امي، فاذا طبيعي في الاطفال الصغيره اللي بيرضعوا اللبن ان هم يمتصوا بالبروتين الصغيره، هتبقى الاميونوجلوبين بتاعت المذر جاي لهم من اللبن، بيكتسبوا باسيف اميونيتي، عشان كده بقى عندهم اميونيتي من المذر وهم جوه اليوترس وهم كمان بيرضعوا بايه اللبن. الاميونوجلوبين ما يعتبرش بيك بروتين في الميكروويف بتاعه، وفي نفس الوقت الهضم بتاع الطفل مش كامل. لو تفتكر ممكن ريزيست دايجيشن عشان مليان دايسلفايد ايه دايسلفايد ايه بونز، ممكن ريزيست دايجيشن شويه فيديله مناعه من عيب في كده يعني مش مشكله. لكن انا المفروض اوصل لفري امينو اسيد. انا عايز اشوف بقى الهضم ازاي الدايجيشن بتاعي، يعني البدايه بتاعتي في الماوث اسيد. الماوث كان في الليبيد ساليفري لينجوال لايبيز، وفي الكربوهيدرات سليفري اميليز، بس احنا لسه هنقول كربوهيدرات. لكن الحقيقه في البروتين البدايه مش في الماوث، البدايه في الاستومك. ايه بقى اللي موجود في الاستومك؟ فود دايجست بروتين. الاول تتكلم على اتش سي ال نفسه له وظيفه وانزيم اسمه بيبسين، وواحد في الاطفال اللي بيرضعوا لبن اسمه رينين دبل ان ابو ان واحده بتاع ايه؟ بتاع كيدني رينين جي تيبسين. او ال HCL ادواره ايه؟ ال HCL متهيألي احنا هنعرف في سنه اولى البروتين في النيتشر متطبق 3D بنان كوفيلان بونز ضعيفه. طب ما هو كده البيبتايد بونز مستخبيه عن الدايجستيف انزايم، يبقى لازم افرد البروتين عشان اكشف بيبتايد بونز دايجستيف انزايم. ما هو ده اسمه دينيتيو ريشن، واظن ال HCL في سنه اولى يفك الروابط الضعيفه ويعمل دينيتيو ريشن كده هتسهل عمليه الهضم. مش ده السؤال بتاع سنه اولى؟ ايه فايده مش عارف تسخين البيض عشان بوزيع يعمل ديناتوريشن وتهضمه؟ وال اتش سي ال نفس الكلام. ثانيه واحده، ممكن الاتش سي ال يموت بعض البكتيريا بكتيريوسايدال افكت، بس مش كل بكتيريا، بعض البكتيريا بكتيريوسايدال يعني يموتهم. وايه كمان؟ اوبتمايز البي اتش تبقى اسيدك عشان دول بيحبوا اسيدك بي اتش في الاستومك، يبقى دول الثلاث حاجات. اوبتمايز البي اتش اسيدك عشان دول شبه اسيدك بي اتش، انا هو شبه البكتيريا. دينيتريشن دي مهمه قوي ان انا افرد البروتين اساعد عمليه الهضم. لكن في تاثير رابع ل اتش سي ال، ستارت اكتيفيشن اوف بيبسينوجين. ايه حكايه بيبسينوجين دي؟ اصل البيبسين هيتفرز في الاول في صوره ان اكتف زايموجين، ان اكتف انزايم بيبسينوجين، اقطع منه حته يتحول الى اكتف ايه؟ وليه انزيمات هضم البروتينز هنكتشف كلهم بيتفرزوا الاول في صوره ان اكتف زي البيبسينوجين ده؟ علشان حمايه للجي اي تي ميكوزا دول بروتيزز كسروا بروتينز، اقرا حاجه كسروها البروتينز اللي هم ترانسبورت سيستم والكاريرز في الجي اي تي ميكوزا، حمايه الميكوزا لما بيبعد عن الميكوزا يعملوا اكتيفيشن بعيد. فالاتش سي ال هيبتدي الاكتيفيشن اوف بيبسينوجين، يبقى اعمل بروتينز ديناتيو اموت شويه بكتيريا اخلي البي اتش اسيدك زي ما انت عايزها في الاستومك وستارت اكتيفيشن اوف بيبسينوجين. البيبسين اي بروتيز هتتكلم عليه المفروض تغطي نقطتين، ازاي يحصل له اكتيفيشن من بيبسينوجين مثلا بيبسين، وكمان تقول عليه يا ترى هو بيفك بيبتايد بوند في البروتين على الطرف ولا جوه، يعني اكزو بيبتايدز ولا. لان ما ننساش ان اي بروتين كان سلسله من الامينو اسيد موصولين ببتايد بونز، كان في نهايتين واحده اسمها مش كاربوكسي وامينو تيرميناي. انت لو فكيت في القلب انت اندو ببتايديز، لكن لو فكيت في الطرف اكزو، ولو فكيت هنا اسمك كاربوكسي بتايديز من النوع الاكزو بس كاربوكسي بتايديز، لو فكيت في الطرف الثاني ان اكزو بس من النوع الايه امينو بتايديز، يبقى يا اما اندو يا اما اكزو، والاكزو نوعين كاربوكسي او امينو بتايديز. طبعا ده اسمه كاربوكسي بتايديز؟ لا. طب اسمه امينو بتايديز؟ يبقى ده هيبقى ايه؟ يفك في القلب اندو بيبتايديز. طيب هاو تو اكتيفيت بيبسينوجين؟ البدايه بال اتش سي ال. وليه البدايه؟ لان انت قطعت بيبتايد بوند، ما هو الانزيم ده بروتين، وانا اعرف بيبتايد بوند سنه كانت ضربه قويه ما قطعش اتش سي ال بسهوله، كانت اتش سي ال بلس بويلينج تو فورسز، وده اتش سي ال بس من غير بويلينج. يعني هيعمل سيميليشن لميني مولكيولز ولا فيو؟ وفيو انف. ليه فيو انف؟
ده اكتيف بيبسين مش ده بروتيز. انشط زمايلي اللي لسه ان اكتيف بيبسينوجين الى وتنشط زمايلك دي اسمها ايه؟ اسمها اوتو اكتيفيشن. والميزه ان انا قليل انفع برضه لان النظام بيستخدم اكتر من مره ويبقى ان تشينج. بدايه الاكتيفيشن بيبسينوجين بالاتش سي ال والكماله باي اوتو اكتيفيشن. وات اباوت رينين بقى بتاع الاطفال اللي بيرضعوا اللبن؟ والله رينين ده بيكسر الميلك بروتين اسمه كازين بارشال دايجيشن. ما مفيش كومبليت دايجيشن في الاستومك، كومبليت دايجيشن في السمول ايه؟ انتست المفروض. بارشال دايجيشن الرينين هو بيكسر كازين بارشال، بتظهر بعض الامينو اسيدز اللي كانت مستخبيه جوه. سؤال، هل اخذنا امينو سنه اولى عليهم نيجاتيف تشارج؟ اللي ديله سي او او اتش تتعين تبقى سي او او نيجاتيف اسبارتيكولاتاميك. طب ايه الميزه يعني؟ ان اللبن فيه كالسيوم، فالكالسيوم مع نيجاتيف تشارج يعمل بريدجز. الكتل دي اسمها كالسيوم باراكازينيت او ميلك كلوت. كالسيوم ايه؟ باراكازينيت او ميلك كلوت. حد شاف بيبي بيرضع اللبن؟ المفروض بعد ما يرضع امه تعمل حاجه كده بتكرعه. هو بلع لبن زائد هواء بابلز، فالبابلز خرج بسرعه هيطلع لبن يسموه يوكشو، طلع لبن بقه تاني بعد الرضاعه على طول. فهي بشويش بتقعد تدعك ظهره كده واحده واحده لحد ما بابل ما تطلع. طب حد شاف لو كشط شفت اللي خارج من بقه بيبقى شكله ايه؟ جبنه. ميلك كلوت كالسيوم باراكازينيت مش لبن، جبنه. فاسال سؤال، يعني ده شبه صلب، ما هو اسمه كلوت فعلا. هي كده بتعمل لما تحول اللبن من حاله سائله لحاله شبه صلبه كده بتعمل امتنج سريع للاستومك ولا ديلي امتنج للاستومك؟ مش ده شبه صلب؟ يبقى تعمل ايه؟ ديلي امتنج ليه؟ عشان اعرض البروتينز عند اللبن اكتر ل اتش سي ال يحصل لهم ديناتيو ريشن اسهل الهضم. على اساس ال اتش سي ال بتاعه بيبقى قليل، مش ده حديث الولاده؟ مش ال اتش سي ال بتاعه دايلوتد؟ يبقى انا ديلي امتنج للاستومك عشان ال اتش سي ال يشتغل لفتره ايه؟ اطول، يعمل كومبليت ديناتيوريشن للميلك بروتينز. ده تاني الرنين بيعمل كالسيوم باراكازينيت اللي هو ديلي امتنج للاستومك عشان نعرض الاكل اكتر لايه؟ اتش سي ال. على العموم دي ستومك، الهضم كامل فين؟ السمول انتستين. بعد كده هيبقى عندك مصادر الانزيمز حاجه من الاثنين، يا بانكرياتيك انزيمز نزل السمول انتستين يا الميكوزا الانزيم اللي هي السكريشن اللي اسمها ساكاس انتيريكاس. ميوكوزا انزيمز. طب بنكرياتيك انزيمز في مين؟ بتاع الاستومك كان اسمه ايه؟ بيبسين. هنا تريبسين، كايمو تريبسين. هما انواع كتير كده ليه؟ كايمو تريبسين. كان في بروتين مشهور في التيشو سنه اولى اسمه كولاجين. كولاجينيز ده البروتين اكثر انتشارا في الانيمال تيشو. كولاجينيز الاستيز كاربوكسي بتايديز. كل دول بانكرياتيك انزيمز. كاربوكسي اسواد. مش انا المفروض كل واحد اقول ده اكز ولا اندو بتايديز نوك طرفي ولا جوه اكز ولا اندو؟ في واحد وحيد فيهم اسمه واضح ان هو الوحيد اكزو. اكزو بيبتايديز. الباقيين كلهم بيبقوا ايه بقى؟ اندو 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 اندو. تمام؟ بس برضه ما تعطليش، هو انت لو اندو بيبتايديز بتفك بيبتايد بوم جنبيها امينو اسيد اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ دي في سنه اولى كان اسمها جروب سبيسيفيست. افك رابطه جنب جروب معينه اسمها جروب. ما انت ما قلتش على اول واحد، ما ده كان اندو، مش ده كان بيبسن؟ ماشيه بطريقه سهله لو عايز تعرفها. اول واحد بيفك بيبتايد بوم جنبيها ايه؟ بيها ايه؟ وتاني واحد هيفك بيبتايد بوم جنبيها بي اسيديك امينو اسيد اللي كان اخره سي او اتش اسبارتيكولاتاميك. يبقى اول واحد بيفك بيبتايد بوم جنبيها اسيديك. طب تاني واحد بيبتايد بوم جنبيها بيزك امينو اسيد ارجينين لازين و هيستيدين. يبقى ده جنب اسيديك وده جنب ايه؟ طب كايمو تريبسين. كايمو يعني كانها حاجه كبيره، حاجه ضخمه، هيفك بيبتايد بوم جنب بيج امينو اسيد. بيج يعني مثلا طويل وبرانشد، فالين يوسين ايزوليسين يعني اخره بنزين رينج اروماتيك امينو اسيد. طب ليه كده احتمالات كتير؟
كولاجينيز بيفك الكولاجين. طب الاستيز استيك استيك يعني مقصود بس ان يفك التايت بوند جنب سمول امينو اسيد. بغطي كل الاحتمالات بتاعت انواع الامينو اسيد عشان اوصل لحاله الهضم الكامل، اوصل لفري امينو اسيد. كل احتمال بغطيه اسيدك وبيزك وكبار وصغيرين كله بغطيه، وده يفك واحده بس من طرف ولا هيبقى في طرف جديد؟ يفك الثانيه والثالثه واحده واحده يعني. انت كده قلت انهم اندو ما عدا مين؟ اكزو كاربوكسيلايز. طب ازاي بيحصل لهم اكتيفيشن؟ مش بدون بيصيروا بسرعه انكتف برضه؟ ده في الاول اسمه تريبسينوجين انكتف، لازم يحصل له اكتيفيشن. كايمو تريبسينوجين برو يعني قبله، برو كولاجينيز، برو الاستيز، برو كاربوكسيلايز. الاكتيفيشن البدايه تريبسينوجين لتريبسين بمين؟ مين هينشطه؟ انزيم من الميكوزال سكريشن اسمه انتيرو، انتيرو يعني جي اي تي كاينيز. في ناس مسمينه انتيرو بيبتايديز، الاسم بيبتايديز متهيألي احلى لانه هيقطع حته من التريبسين، من التريبسينوجين الى تريبسين، يعني هيقطع بيبتايد بون. انتيرو كاينيز في ناس بتقول عليه كده وناس انتيرو بيبتايديز. ده الستارت اكتيفيشن بتاع مين بقى؟ تريبسينوجين لتريبسين. طب تريبسين ابتدى يتكون ينشط اخواته التريبسينوجين اسمها اوتو اكتيفيشن وينشط الليسته كلها بعد كده. يبقى الاكتيفيشن البدايه انتيرو كاينيز جاي منين؟ الكوزال سكريشن. ينشط شويه تريبسينوجين الى تريبسين، هينشط اخواته اللي زي تريبسينوجين اوتو اكتيفيشن وينشط الباقيين كلهم. يبقى وصلنا لدول. طب نتوقع في مين غير الانتيرو كاينيز اللي هو ستارت اكتيفيشن تريبسينوجين؟ مش انت عندك هنا كاربوكسي بتايليز؟ يفك عند الكربوكسي تيرمينس، يبقى ناقصك ايه؟ واحد يفك عند الناحيه الثانيه، هيبقى اسمه يعني الناحيه الثانيه يعني امينو بيبتايديز. امينو بيبتايديز. طب لو فضل اثنين امينو اسيد جنب بعض، طب لو فضل ثلاثه جنب بعض، يا ريت تفكوا كل دول. طب الثلاثه افكهم تراي بيبتايديز، افك ثلاثه. طب الاثنين افكهم داي، كده المفروض وصلت لفري امينو اسيد، يعني حتى الثلاثه والاثنين فكيتهم تراي وداي بيبتايديز، وصلت لحد فري امينو اسيد، يعني جاهز فور ابزوربشن، جاهز فور ابزوربشن. امال مين هنقص سمول بيبتايد؟ النيولي بورن اللي بيرضعوا اللبن عشان ياخدوا اميونيتي منين؟ من المذر. اميونيتي منين؟ من المذر. تعالى نشوف دلوقتي الابزوربشن، المفروض هنمتص فري امينو اسيد، لكن مين يمتص سمول بيبتايد؟ النيولي بورن بياخدوا ايه؟ اميونيتي من المذر. تعالى نعمل ابزوربشن اوف امينو اسيد. بس انا يعني عشان بس انا زمايلكم في السي بي ال بيتقالوا حاجه معينه في السي بي ال غريبه، فيقولوا احنا معانا ليبنج اهو والمحاضره الحقيقه ماشيه زي ليبنج تقريبا 100%. بيقول حاجه ثانيه غير اللي بتقولها، فيقول لهم لا اصل ده مش الريفرنس بتاعنا. تقولوا حاجه واحده بس،
طب المعلومة دي مين بقى ريفرنس بتاعها؟ بلاش ليه؟ فين الريفرنس بتاع ده؟ عشان بتقال كلام عكس حاجات كتير قوي الحقيقة. فخلاص انت مش عاجبك الريفرنس ده او بتقول هاخد منه حاجة واسيب منه حاجة، قولي بقى انت جيت ده منين؟ لان هو الاساسيات ان انت تعرف انت بتستقي المعلومة من اين، فتعرف ان هي صحيحة او غير ايه؟ صحيحة. معلومة غريبة؟ لا ليه كنت مش هو ده المصدر هنجيب منه؟ خلاص طب ايه المصدر بقى؟ اسمه ايه؟ ان شاء الله كانت بحث منشور على النت لسه بقاله اسبوع بيبقى له اسم برضه والمجله ليها اسم. اي حاجه يبقى لها حاجه اسمها المرجع بتاعها الريفرنس. لما يتقال لي كلام غريب وبعدين يقول لي اصل مش ده المرجع بتاعي وانا اتقبل هذا الكلام صعب. يعني HDL1 دي مش مكتوب في الليبل في المحاضرة كان HDL1 مثلا ولا مكتوب نسم تخصص مثلا؟ طب في يعني 2 في 3 1 حرام؟ اللفة دي بس صعبة على الطلبة ان انا اقول انها كانت 1 وبعدين 2 وبعدين مش عارف رجعت ل 1 وبعدين رايحة ل 3 مفيش داعي للخبطة دي حاجة. هنا في جزء من الصحه في الكلام ده. لما يعني قلنا مفيش 1 واسمها نيسان هي اللي كان اسمها نيسان زمان وخلاص دلوقتي بقى 1 2 3 طالما في 3 2 يبقى المفروض يبقى في 1 ايه بقى؟ يقلل لا استنى بقى جت غلطه بس بتاع الكاردياك والسكيلتال اللي هو كونستيتيوتيف جين اللي هو دايما ثابت على عين بتاع الأديبوس تيشو. ولما يقول لي لايبوبروتين لايبيز تيشو سبيسيفيك يعني قصده ايزو انزيمز، يعني واحد لايبوبروتين لايبيز في الكابيلاري بيت بتاع الأديبوس ده اللي اندوسد باي انسولين. الأديبوس ما يقعدش فاتي اسيد من الدم اللي في وقت الولفد ايه؟ في ستيت ادخن. يعني بتاع الكاردياك ماسل انذر ايزو انزيم اللي هو الجين بتاع الاولوز اكتف مش اندوسد باي انسولين، يبقى دايما هاي ريت اوف ترانسكريبشن لان الكاردياك ماسل نيدز تو تيك فاتي اسيد بلاد اول ذا تايم مش وقت معين. كان كونتراكشن ايه او تيشو التيشو سبيسيفيك يعني اسمها ايزو انزيمز، يعني مش كلمه غريبه ولا حاجه يعني. بس لو معلومه غريبه حد قال فوم سيلز فوم سيلز طلعتش دي حاجه زي كده كلام غريب جدا. فريت يو اسك اباوت ذا ريفرنس. طب ليه كنت وحش؟ مين بقى الحلو؟ جبت الكلام ده منين؟ يعني واحد يصدق المعلومه تثبت عند الطلبه يعني ده كلام غريب. طب ممكن بقى الابزوربشن اوف امينو اسيد مين هيعمل ابزوربشن اوف سمول بيبتايدز؟ النيولي بورن بيرضعوا اللبن ياخدوا باسيف اميونيتي فروم ذا ماذر، يبقى عنده اميونيتي من الام بتاعته. طب احنا هنتص فيه امينو اسيد او هو برضه النيولي بورن طبعا يعني طريقه الابتيك اوف امينو اسيد active you are going to consume energy facilitated you need a transport or carrier protein transport. الرسمه دي عادت علينا بس مش مع الامينو اسيد، عادت علينا مع حد تاني. هتبان دلوقتي عادت علينا فين. لو دي انتستاينال ميكوزا ده كارير بروتين، وهنا اليومن اوف ذا جي اي تي على الناحية التانية portal circulation capillary site. هل الكارير هيدخل امينو اسيد على طول؟ لا الحقيقة بيركع عليه الأول صوديوم from diet. والصوديوم بيغير شكل الكارير يظهر binding site for amino acid. أنا عملت الحكاية دي قبل كده مع حد تاني مع الجلوكوز كان اسمه صوديوم جلوكوز co-transport المرة دي امينو اسيد كان اسمه الكارير اس جلوتين صوديوم جلوكوز ترانسبورتر. طبعا ده كارير تاني اللي بيدخل صوديوم مش مع جلوكوز مع امينو اسيد. طب ايه اللي دخل الصوديوم فسحب وراه امينو اسيد؟ تركيز الصوديوم عالي بره اقل جوه. طب ايه اللي خلق الكونسنتريشن اوف جريدين صوديوم بحيث يندفع بالطاقه الحركيه يزق معاه امينو اسيد؟ اصل الصوديوم مش بسيبه جوه بطرده اوت باول للسيركيو بالبروتين اللي اسمه صوديوم بوتاسيوم ايه بام ويتش كونسيوم اي تي بي عشان كده اكتف. اندفاع الصوديوم هيزق معاه الامينو اسيد
للداخل الميكوزا سيل even against concentration gradient بطاقة الحركية بتاعت الصوديوم. طيب طبعا الكارير ده is not just for او يعني مش قصدي اقول مش للعشرين امينو اسيد او كل امينو اسيد في النيتشر يونيفرسال، ده في جروبز اوف كارير فاميليز، كل جروب متخصصه لفاميلي اوف امينو اسيد. طبعا انا مش حافظهم حوالي خمسه فاميليز، يعني تلاقي فاميلي للبيزك امينو اسيد، مش عارف للسمول للبيج امينو اسيد، انا مش حافظهم، بس هم خمسه فاميليز اوف ذا كارير للامينو اسيد بتوع الايه النيتشر، مش يونيفرسال كارير يدخل كل حاجه، في تخصصات يعني. في عندكم inhibitors of this uptake of amino acid ما تلاش في المحاضرة ولا في living code. inhibitors مش مطلوبين، فلوريزين أوابين مش مطلوبين inhibitors of this uptake، بس احنا خلنا زمان طريقة تانية لأبتيك of amino acid ما تقالش مرة دي في living code ولا في المحاضرة. خلنا طريقة تانية زمان استخدام tripeptide جوه الخلية تاخد عناسه من بره لجوه اسمه glutathione بساعة اسمها gamma glutamyl cycle، والله بتقطع مع استخدامات الجلوتاميك كان في جلوتاثيون، واستخدامات الجلوتاثيون كان في ساقيه اسمها جاما جلوتاماين سايكل بتاخد امينو اسيد من بره لجوه، فاحنا مش مذكوره هنا في المحاضره او حتى اللي بيكون معلاش هنا، فاحنا بس ممكن نكتب ان بي ان في طريقه ثانيه للابتيك اوف امينو اسيدز انذر ميثود اسمها ايه جاما جلوتاماين ايه سايكل باي استخدام مين جوه الخلية. يبقى انا هدور عليها لو حبيت ابص عليها بعد كده وانا براجع اخر السنة ان شاء الله لو يوم نصيب هبص على جلوتا ايه ثيون، بس كانت ساقية غالية بتستهلك 3 ATP وده بيستهلك 1 ATP، كانت بتستهلك 3 ايه ATP وده بيستهلك 1. مكتوب عندكم ترانسبورتر بيدخل 2 او 3 امينو اسيدز، ده انكومن، الكومن دخل 3 امينو اسيد، دخل 2 3 ده انكومن. طبعا السؤال ها هو ده ما سايكل كان ليها اصلا كان ليها اهداف ثانيه، بس الحمد لله تقريبا كانت متشاله من هنا، ليها وظائف اخرى غير الابتيك اوف امينو اسيد، مثلا وظيفتها اسمها ديتوكسيكيشن او سترينج كومباوندز، فهي مش وظيفتها الوحيده ابتيك اوف امينو ايه اسيد الحقيقه يعني، فبتستخدم احيانا مع الوظيفه الثانيه بتاعتها ديتوكسيكيشن من باب اول هنا الارخص. ثانيه واحده اشطبوا من عندكم، انا كان المفروض امسحه دي امينو اسيد، دي امينو اسيد ده بتاع البكتيريا، هو المفروض طريقه الابزوربشن فعلا بس ما اتقالتش في الليبي كنت في المحاضره خلاص مش مهم، انا كنت المفروض امسح كلمه دي امينو اسيد. ممكن ندخل 2 و 3 امينو اسيد بترانسبورتر بس ده انكومن. مين هيعمل ابزوربشن لسمول بيبتايد؟ الاطفال بيرضعوا اللبن ياخدوا مناعه. طب لو انت عملت ابزوربشن لسمول بيبتايد يحصل لك ايه؟ فضلت تعالى نشوف كده مرض كده اسمه سيلياك ديزيز عند بعض الناس مش عند كل الناس. شوف مرض اسمه سيلياك ديزيز من ساعه شويه. يعني ايه كلمة اوتو اميون؟ يعني ايرور في الاميون سيستم اعمل انتي بوديز ضد ماي اون سيلز ماي اون تيشو. اوتو اميون يحصل عند بعض الناس غالبا، اي واحد يقول لك اوتو اميون ديزيز معين يقول لك السبب مش عارفينه. هنا ده اوتو اميون معروف السبب ان ريسبونس to intake of protein اسمه جلوتين بروتين. مش كل الناس هيجيلهم اوتوميون من اكل جلوتين بروتين، بعض الناس الجلوتين ده موجود في القمح في الويت في
ري شعير قوت شوفان يعني له مصادر. في ناس مش هتعرف تهضمه هضم كامل، في بيبتايد صغيره هتمتص. جهاز المناعه هيعمل انتي بودز ضد البيبتايد الحقيقه، وفي ايرور هتبقى الانتي بودز ضد البيبتايد الصغيره اللي عشان ما تهضمش هضم كامل وضد الانتستاينال فيلاي. يبقى انا جهاز المناعه هيبقى فيه ايرور هيعمل انتي بودز مش بس ضد الفراجمنت صغيره بتاعت اللي هو بارشل دايجستد جلوتين اند ضد ماي اون انتستاينال ايه فيلاي، هيحصل فيها دامج لما اكل اكله فيها جلوتين بروتين وراها نتيجه للاوتو اميون هيجي لي انتفاخ ومغص ودايريه، انتفاخ ومغص ودايريه بعد وجبه فيها جلوتين بصوره مزمنه لو اتكررت هيحصل دامج واتروفي في الانتستاينال فيلاي. يبقى في ناس ما بيهضموش جلوتين بروتين هضم كامل، في بيبتايد صغيره تمتص يعملوا انتي بودز ضد البيبتايد صغيره وضد الانتستاينال فيلاي، ما كده يبقى اسمه اوتو اميون ذير اون تيشو، بيحصل له دامج بعد الوجبه مباشره مغص وفوميتنج ودايريه، لكن بصوره مزمنه يعمل دامج للفيلاي يحصل لها اتروفي. هيبقى عندك بعد شويه يزودوا الكلمه دي نيوتريشنال ديفيشنسي، هيبوظ الدايجيشن اند اب، هيبوظ الابزوربشن بتاع حاجات مهمه زي ايه؟ نيوتريشنال ديفيشنسي، هيقل الابزوربشن اوف فوليك اسيد. احنا لسه ما خدناش الكلام ده على فكره، فوليك وبي 12 وظايفهم ديفيشن احسن الحمد لله ديفيشنسي واير ابزوربشن بي 12 ابزوربشن فوليك اسيد ايه ابزوربشن. المرض اسمه جلوتين، طبعا المفروض يمتنع عن اي وجبات فيها جلوتين. انا كنت مزود قبل كده، طب ياكل ايه ما فيهوش جلوتين؟ خلاص مش متقال في المحاضره ولا ليبنكوت، مش مهم بقى ياكل ايه بدون جلوتين، لان في اكلات معينه فعلا بروتينات من غير جلوتين. يعني ايه ده؟ يعني امينو سيستاين ينزل فين؟ في اليورين. المفروض في ترانسبورت بروتينز في الرينا تيوبا ممبرين تمنع اللوس اوف امينو اسيد ان يورين. المفروض انا عندي ترانسبورت بروتين كارير بروتين في الرينا تيوبا ممبرين بيمنع اللوس اوف امينو اسيد فين؟ في اليورين. انا عندي بقى انهيرتد جينيتك ميوتيشن في الكارير ده اللي المفروض يرجع السيستاين للدم، بس السيستاين بتاعي بيقع فين؟ يقع فين؟ طب حد عارف في سنه اولى لما اتنين سيستاين يلزقوا مع بعض بدايسلفايد بوند يبقى اسمه ايه؟ سيستين ايني، سيستين كريستالز اند ستونز، دي هتبقى المشاكل. يبقى عندي ديفيشنت انهيرتد جينيتك ميوتيشن في الكارير بيعمل رينال تيولاري ابزوربشن اوف سيستاين، يقع سيستاين كل اتنين يلزقوا في بعض دايسلفايد بوند سيستينوريا كريستالز اند ستونز ومعاه برضو امينو اسيد اخرى كان المفروض الكارير يرجعهم هينزلوا معاه داي بيزك امينو اسيد. يعني ايه داي بيزك؟ هو المفروض داي بيزك احنا خدنا في سنه اولى بيزك امينو اسيد يعني اخره دي كانت بروتون اكسبتور بدل دونر عكس الاسيد دي تستقبل بروتون، فالداي بيزك يعني اوله امينو واخره امينو، اوله امينو كانوا هم اللي اوله امينو واخره امينو ارجين واب لايزن، كان في سيستين بيزك بس مش اخره انش 2 اخره حلقه فيها ان اتش، هدول الداي بيزك. يبقى هنا سيستينوريا سيستين كريستال ستونز وداي بيزك في البول. طب امنع كريستال ستونز ازاي؟ كونتينوس هايدريشن، هيفضل يشرب ميه ايه على طول عشان يقلل حدوث الكريستالز اند ايه يعني في سيستينوريا يعني. طيب انا يعني مرضين في البروتين سيلياك وسيستينوريا ما اعرفش ايه علاقته هو طبعا لو مثلا سؤال مش الكارير ده هيبقى ديفيشنت في الجي اي تي عشان كده حطيناه طبعا على الجي اي تي كان ديفيشنت في جي اي تي. طب ايه بيقعد منين في البول سيستاين؟ هو اصلا كارير من ديفيشنت في جي اي تي يعني مش هتعمل ابزوربشن في جي اي تي اصلا سيستاين امينو اسيد، منين يقع في البول وانتوا اصلا ما امتصتوش من الجي اي تي؟ هو بيتصنع جوه الجسم ده نون اسينشال امينو اسيد، ده بيتصنع من السيلين اللي جاي من الجلوكوز ده نون اسينشال، بيتصنع طبيعي من غير ما تاكل اي حاجه من غير ما تاكله يعني بيتصنع من الجلوكوز. والمشكله هو عمل لك كريستال ستونز ما المفروض ارجعه قدامي تاني وروح اعمل كريستال ستونز، دي مشكله بس يعني نشوف ديجيشن في كربوهيدرات اخر حاجه. Thank you.
طيب معايا؟ ممكن اقسم الكارت على الدايت يلا الى انواع كربوهيدرات نو نيد فور دايجيشن، يعني موجوده في ابسط صوره من صور الكربوهيدرات مش محتاجه هاط جاهزه للابزوربشن، اللي هي اصغر وحده اللي هي فري مونو ساكرايد. هل ممكن اكل اكل في فري جلوكوز فري فركتوز فروتس وهاني سمك فرن وعسل ابيض؟ ده جاهز للابزوربشن مباشره. اشرب عصير في بدايه الفطار بعد طول يوم صيام في رمضان مع اول بق عصير، في فرق ولا مفيش فرق؟ ابزوربشن جاهز على طول. بس في بالعكس كربوهيدرات عايز اهضم بولي ساكرايد مثلا بس اي كانوت دايجست، في رابطه بين وحدات البناء الجلوكوز ما بعرفش اهضمها. مثلا نان دايجستبل زي مين؟ اصل الكلام ده تقريبا اخدناه قبل كده مع كارت كيمستري او كارت ميتابوليزم في اوله. سيلولوز في النباتات الخضراء سيلولوز على اساس الرابطه بين وحدات الجلوكوز مش الفا وان فور كان اسمها؟ ما بعرفش افكها. طب حد فاكر السيلولوز ده بينزل في الاسطول كان فايدته ايه؟ بيمنع كونستيبيشن، بيضغط على الجدار يسهل البريستالتيك موفمنت، يسحب معاه ميه باي اوزمولاريتي، هيزود اوزموتيك بريشر في اليون ذا جي اي تي، يسحب ميه يمنع الكونستيبيشن، يبقى الاسطول حواليها ميه. لاكستيف يعني ايه لاكستيف؟ ملايم. وطبعا النباتات البلانت فايبرز احنا قلنا برضه بتقلل كوليسترول ابزوربشن بايل ابزوربشن جلوكوز. يعني له فوائد. فاضل مجموعه اللي عايز اهضم بعرف اهضمها دايجستبل. ثانيه واحده، مين بقى محتاج هضم؟ ما بتاكلوش بولي ساكرايد في ملايين الجلوكوز مالج اللازين في بعض بروابط. مين ستورج فورم جلوكوز في البلانت؟ رز عيش مكرونه بطاطس حلويات. مين ستورج فورم جلوكوز في الانيمال؟ كبده ولحمه ليفر اند ماسل. ما بتاكلوش داي ساكرايت؟ لو انت قلت سكروز انت بتحبه يعني سكروز اللي هو كان عباره عن جلوكوز مع فركتوز. ها يلا يبقى اللاكتوز بتاع اللبن اللي هو عباره عن جال مع جلوكوز. جالاكتوز ها؟ مالتوز ده مونو ساكرايد. مالتوز اللي هو في السيريالز في الحبوب قمح شعير ذره، جلوكوز مع جلوكوز برابطه اسمها الفا 1، لاكتوز بتاع اللبن جالاكتوز جلوكوز، سكروز بتاع السكر والعسل الاسود، جلوكوز فراكتوز، مالتوز جلوكوز جلوكوز. هم مزودين لكم واحد ما خدناهوش زمان. تري هالوز. طب ما ده جلوكوز جلوكوز برضه زي المالتوز، هيبان في فرق. ده في ال ايه هو المشروم بقى؟ ايوه هو بتاعه صح طبعا عشان هو متعود يشتري بيتزا مشروم عيش الوراق عيش الوراق او الفطر يعني بيحطوه على البيتزا يعني. تري هالوز. طب ايه الفرق بين خلاص بين ده والملتوز والاثنين جلوكوز جلوكوز؟ نوع الرابطه. الرموز مش علينا. كان زمان الجلوكوز سايكليك، دي كارب نمره 1 2 3 4. الرابطه من الفا 1 4 كانه بالظبط راس في ديل، هي دي بتاعت المالتوز الفا 1، لكن التري هالوز 1 1 كانه راس في راس كانه راس في راس يعني مثلا كده 1 وهنا برضو ايه 1. ده تري هالوز رابطه مختلفه. بس ممكن نهضم بس انا عايز افتكر الستارش ده كان في نوعين من التشينز في الستارش، تشين ستريت روابط الفا 4 متكرره. الالفا 4 لو كررتها هتلاقي معاك قطر ستريت تشين. الفا 4 الفا 4 وريني القطر الفا 4 الفا 4 رفون راس في ديل راس في ديل ستريت تشين. فهنا الستريت تشين اسمها اماي لوز كلها الفا 1 4 متكرره.
الستارش فيه تشين تانية متفرعة كان اسمها ايه؟ امايلو بيكتين. الاماي لوز اللي هي ست تشين وبس الفا فور مكررة. امايلو بيكتين فيها الفا فور بس البرانشنج بوينت فيها بوند تاني الفا 6. لو دي 1 2 3 4 5 يبقى اللي فوق دي 6 الفا 6. ده قطر تاني برضو الفا 4 الفا 4 هركب 1 على 6 يبقى دي اسمها برانشنج بوينت. 1 على 6 هشيل ميه اتش و و اتش يبقى دي برانشنج بوينت. يبقى هنا الفا 6 في البرانشنج بوينت اللي سيرت تشين كلها ايه؟ الفا 1 الهب البدايه في الماوث سليفري اميليز بالاسم كده اميليز. يبقى يفوق الاميلوز اميليز. يعني ايه يفوق الاميلوز؟ هو اني بوند اني تشين ستريت مش الاميلوز وده اميليز يعني يفوق انهي رابطه؟ وما يعرفش يفوق الالفا 6 بتاعت الاميلوبيكتين يبقى هكتب عليه بيفوق الالفا 1 4 وما يعرفش يفوق الالفا 1 6 اللي هي مايلوبيكتين. بس ثانيه واحده كده ما بيلحقش يشتغل فتره طويله. العلاج ده هيقعد في بوقك قد ايه؟ هيتبلع فين؟ هيحصل له ديناتوريشن بال اتش سي ال بي اتش 1 2 وهو الاوبتيم بي اتش بتاعته 6.8 يبقى هيحصل له ديناتيو يبقى مش حاجه هيشتغل. يبقى ده بس تحضير بارشال دايجيشن. ما الهضم كمان مش في الماف طبعا. الاستومك ما فيش انزيمز هضم الكربوهيدرات. الاستومك كان فيه بروتين بيبسي وليبيد جاستريك لايبيز. هنا ما فيش هضم كربوهيدرات. ننزل على سمول ايه؟ انتستين. مصادر الانزيمز احد مصدرين بنكرياتيك انزيم او ميكوزال لايننج. يبقى نزلت سمول انتستين هيقابلني بنكرياتيك امايليز. الله انت قلت امايليز تاني. ايوه يعني نفس النشاط يفك الاماي لوز يعني يفك انهي رابطه برضه؟ يعني هقول نفس الكلام هيفك الالفا 1 4 ما هو اماي ليز يفك الاماي لوز ويسيب الالفا 1 6 البرانشنج بوينت. ماشي بس برضه بياخد وقته بقى كويس. ده في السون انتستين ده مش بيدلع في في السمك السون ديناتوريشن. ده هياخد وقته هيفك معظم الالفا 1 4. بس انا اسال سؤال يعني ايه اقول ان هو اندو جلايكوسايديز؟ يعني ايه اندو جلوكوسايديز او جلايكوسايديز؟ يعني ايه اندو؟ الكربونز في القلب مش الاطراف مش كده؟ يعني انت عندك مثلا جزء مثلا من الستارش اهو نفترض جزء كده دي رابط الالفا 1 4 ودي برضو الفا 1 4 والبرانشنج بوينت بس هي الالفا 1 6 الحمراء دي. بقول لك اندو مش اكزو يبقى هيفك ايه؟ جوه مش على حرف. يبقى هل هيطلع فري جلوكوز؟ لا مش هيطلع فري جلوكوز ما هو مش اكزو. امال هيطلع ايه؟ نشوف كده هيطلع ايه. ممكن يفك لك ده ايه ده؟ جلوكوز جلوكوز بالفا 1 4 ستريت يبقى شبه مين؟ المالتوز. فممكن يطلع لي مالتوز دايساكرايد بارشال دايجست. ما هو مش هيطلع فري جلوكوز ما هو مش اكزو هو اندو اللي هو جلوكوز جلوكوز بالفا 1 4. طب مش ممكن يطلع لك برضو حته اكبر شويه فيها كام جلوكوز دي؟ ثلاثه وبرضو ستريت مالت ترايوز تراي يعني ثلاثه مالت ترايوز اللي هو ثلاثه جلوكوز بالفا 1 4. طب مش ممكن يطلع لك الحته دي اللي مش هيعرف يفكها هو بيفك الالفا 1 6؟ هو بيفك الالفا 1 6؟ ده دايساكرايد بس الرابطه ما بينهم ايه الجلوكوز والجلوكوز دول؟ الفا 1 6 بدل الفا 1 4 بدل الفا 1 4 ده 1 4 هطلع 1 جلوكوز جلوكوز بس بالفا 1 6 يبقى اخد مالتوز. اخد مالتوز يبقى اسمه ايه؟ ايزو مالتوز. يبقى برودكتس اوف دايجيشن باي بنكرياتيك اميليز. هل هو اكس جلوكوسايديز؟ لا اندو. يبقى هيطلع فري جلوكوز؟ لا هيطلع مالتوز مالتريوز او ايزو مالتوز. مش ممكن يسيب لك حته كبيره كده على بعضها؟ يسيب يا عم سواء برانشد او نوت برانش الحته الكبيره على بعضها سابها هسميها ديكسترين. هسميها ايه؟ هل ده هضم كامل ولا لسه بارشال؟ يبقى ناقص لك الميكوزال انزايم. الميكوزال انزايم اللي هحاول اسمائهم دلوقتي ميكوزال انزايمز مش بيتفرزوا في اليومن بيبقوا لازقين على الميكوزال لاين ممبرين على البراش بوردر بس لهم جزء خارجي باص ناحيه اليومن اوف ذا جي اي تي يهضم. فدي ميمبرين باوند انزايم على الميكوزال ايه؟ ميمبرين مش هيتفرزوا في اليومن يعني.
يعني بس بالاستنتاج كده نمسك حاجه حاجه. طبعا خد الانكومن، اكلت عم بيتزا عليها مشروم، اللي فوق التري هالوز هيبقى اسمه، هيبقى اسمه تري هاليز. تري هاليز هيفكوا الى ايه؟ فري جلوكوز وفري يعني فري مونوساكرايد. اللي بعده مالتيز. طيب انت قلت مالتيز يعني هيفك المالتوز. طب انا اسال سؤال ممكن عن المالتيز ده، مش انت لما تفك المالتوز الى فري جلوكوز كده يعتبر فكيت جلوكوز طرفي؟ ما هو مالوش غير طرفين، هو مش هما طرفين وجنب بعض، جلوكوز طرفي. يبقى المالتيز ده يعتبر ايه؟ اكزو جلوكوسايديز. يعني ممكن يفك لك كمان اطراف الدكسترين، يفك لك اطراف ايه؟ الدكسترين كمان. يبقى المالتيز هيفك المالتوز، هيفك الالفا 4 كده يعتبر فك جلوكوز طرفي. يبقى هو في نفس الوقت ايه؟ اكزوسايديز، يفك اطراف الدكسترين واحده واحده. وعايزين نهضم السكروز، سوكريز، سوكريز هنفكه الى فري جلوكوز وفري فراك ميلك شوجر. يبقى لاكتيز، لاكتيز هنهضمه الى فري جلوكوز وفري جال. جال يعني ايه؟ ناقص حاجه واحده ما هضمناهاش. هو مش كده كله يبقى اكزو، كل الجلوكوز الاكزو؟ ايوه، بس انت لما تفك السكروز this is not part of starch. سكروز ده جلوكوز فركتوز دايساكرايد، هو اكزو بالنسبه للسكروز بس. لما تفك اللاكتوز this is not part of starch، ده جالاكتوز جلوكوز دايساكرايد، مش هتلاقيه في الستارش، اكزو خاص باللاكتوز بس. لكن لما تفك بالمالتيز فكيت جلوكوز، جلوكوز ده ممكن يكون بارت اوف ستارش ودكسترين كده. اكزو اهتم بيك لان انت ممكن تفك لي اطراف ايه؟ الدكسترين اللي هو جاي من الستارش والجلايكوجين كده، اهتم بيك. ما هم الستارش والجلايكوجين فيهم جلاكتوز؟ لا. طب فركتوز ولا كله جلوكوز؟ ده اللي اهتم بيه لوحده يعني. تري هاليز بس 1 1، this is not part of starch. الستارش والجلاكتوز مش 1 1 1 4 او 1 1. وش معنى دي اللي سايبينها يعني؟ انتوا ما فكيتوش 1 6، انتوا فكيتوا 1 6 لغايه دلوقتي ولا لسه؟ يبقى عايزين ايزومالتيز. عايزين مين؟ اعرفوا بقى ان الايزومالتيز اللي هيفك الايزومالتوز الاف 1 6 بقى ايزومالتيز. بيبقى عامل كومبلكس مع السكريز، الاثنين مع بعض على الممبرين يعني عاملين كومبلكس. ايزومالتيز اند سكريز عاملين كومبلكس مع بعض. المفروض دلوقتي دايجيشن خلص الى فري مونوساكرايد، يعني نعمل اب، نعمل ابزوربشن اوف ديزيز، نخلص ابزوربشن اوف فري مونو ساكرايد. ثانية واحدة، أول طريقة فور جلوكوز وجال جالاكتوز فري مونوساكرايد، لسه قولين شبهها أكتف هستهلك طاقة اي تي بي فاسيليتيتد في كارير ترانسبورت دي الانتستاينال ميكوزال سيل، وده كارير بروتين على الممبرين، وهنا اليومن اوف جي اي تي، والناحية التانية بورتال يعني كابيلاري ايه؟ كابيلاري سايد دم يعني. يلا الكاري داخل جلوكوز او جلاكتوز يعني؟ لا مش في، مش كده على طول. الاول يركب عليه ايه؟ فيركب عليه الصوديوم، يغير شكل الكارير، يظهر بايننج سايد فور او جلاكتوز. يبقى ده مختلف عن اللي فات، اللي كان بيدخل امينو اسيد. ديكها الصوديوم اسيد كو ترانسبورت، لكن ده صوديوم جلوكوز كو ترانسبورت، اسمه اس جلوتي يعني ايه؟ صوديوم جلوكوز ترانسبورتر، صوديوم جلوكوز ايه؟ طب ايه اللي دخل الصوديوم فدفع معاه الجلوكوز؟ كونسنتريشن جريديان، صوديوم جاي من الاكل اعلى وجوه اقل، طب ايه اللي خلاه جوه اقل؟ بامبد اول باول للسيركيوليشن باي صوديوم بوتاسيوم
pump which consume. يبقى دايما بداية الحياة بتاعت القصة مصدر الطاقة. مفيش حاجة بتحصل في الدنيا دي إلا بالأول إيه؟ مفيش مصدر طاقة إلا بتتحرك يعني. فرق على تبي يبقى جبت الطاقة. قدرة الصوديوم في الدم يبقى حولت صورة طاقة صورة جديدة. خلية الصوديوم دايما في الخلية من كوزة سيل قليل فيجي لك من الأكل دايما إيه؟ صوديوم أعلى. ما دي صورة من صور الطاقة اسمها concentration gradient. يعني دفع الصوديوم دي طاقة حركية. فيزوق معاك جلوكوز فيزوق جلوكوز even against concentration gradient. اكتف في طاقة فاسيليتيتد في ترانسبورت بروتين سميه بقى سكند رياكتف عشان انت ما استهلكتش تري مباشر وانت مدخل جلوكوز انت اصلا الطاقة مصدرها تري من الاول هي اللي دفعت الصوديوم فزق معاك جلوكوز الصوديوم مندفع باي كونسنتريشن جريدينت فيزقه يخش ايفن ضد كونسنتريشن جريدينت ضد تركيز عالي من الجلوكوز سؤال بقى طب الناحية دي الناحية دي بتاعت ايه ايوه الميوكوزا سيل البورتال سيركيليشن انذر تايب اوف ترانسبورت بروتين وهو الاسم اسمه ايه بقى جلوتي 2 ده هيمرر الجلوكوز والجلاكتوز بس من غير طاقه من غير طاقه يبقى طريقه ثانيه بنسميها ايه الطريقه الثانيه من غير طاقه باسيف فاسيليتيت بس في ايه اكشوالي انت مصدر الطاقه الاولاني ده فدفع الصوديوم فدفع وراه الجلوكوز فالجلوكوز طبيعي جاي مندفع من الطاقه الاولانيه خالص بس انت لو بصيت ده لوحده كده ده عدى الجلوكوز ومن غير ما يستهلك اي اي تي بي ولا حاجه فهيعتبره بس الايه فاسيليتيتد ترانسبورت فور جلوكوز اند جلاكتوز جلوتي 2 وبرده في واحد برده من غير طاقه او فاسيليتيتد جلوتي 5 ممكن يدخل الجلوكوز وبيدخل برده مين ده فركتوز يعني من غير طاقه وكارير ممكن يعدي جلوكوز وجلاكتوز بس من مرات الميكوزا الى البورتال هنا كان من الاتصال اليمين الى ميكوزا اللي هو صوديوم جلوكوز وممكن 5 ده يدخل جلوكوز وممكن يدخل ايه بس من غير طاقه من غير ايه دي طرق الابزوربشن بكارير لكارير مره بطاقه ومره من غير طاقه مرضين اي كربوهيدرات ما هضمتوش هينزل فين الاسطول الاعراض اولا الكارديو ما تهضمش وما امتصش ده يعمل لك اكستنشن انتفاع هيحصل له حاجه اسمها فيرمنتيشن تشتغل انت استنى البكتيريا تقطع طلع غازات انزيمات البكتيريا كربون دايكسيد ويتش 2 غازات يعني برضو مور ديستنشن يبقى الكارديو نوت دايجستد لاي انزيم ديفيشنت ديستنشن في الابدومن يعني وفيرمنتيشن بالبكتيريا تخمر طلع غازات ديستنشن ومغص اعتمد استنشن استنشن يبقى كوليك اند دايريا هباي اوزمولاريتي هيسحب معاه ميه ونازل فين في الاسطول يبقى الكوليك اللي انت ما هضمتوش ورا وجبته هتلاقي عندك استنشن كوليكس دايريا انتفاخ مغص اسهال وطول ما تاكله يجي لك الايه الوضع ده في مرضين موصفين عندكم اول واحد لاكتوز انتولرانس يعني عدم تحمل ايه اللاكتوز يبقى عندك ديفيشنسي ويتش انزايم لاكتيز السؤال بقى هل ده طفل حديث الولاده والجين بيطلع ليتل اماونت اوف دايلاكتيز انزايم فالدايجيشن عنده بايظ مع شرب اللبن والرضاعه حاجه مستمره ممكن تطلع حديث الولاده وممكن الجين بيطلع انزايم قليل ويمكن بعد شويه يتحسن الترانسكريشن بتاع الجين يطلع مور انزايم بس تبقى حاله مؤقته خطر عند الطفل ده وهيبقى عنده دايريا مع ايه رضاعه على طول ممكن يجيله ديهايدريشن والالكترولايت ايه لوس يبقى امبالانس تبقى خطر بس الحمد لله مش كومن ان لاكتوز انتولرانس عدم هضم اللاكتوز في الاطفال حديث الولاده المور كومن في الكبار باي تايم باي ايجينج عند بعض الاجناس الافريكانز احنا افريكانز على فكره افريكانز ايشيان باي تايم كوكيزيان احنا في قاره افريقيا برضه وطبعا السمر اكتر الحقيقه باي تايم باي ايجينج يقل كميه اللاكتيز انزيم عندهم كان في كتاب كاتب ان في فيروس معين بيبوظ الجي ان ايه في الانسان الميكوزا الجين يعني طلع الانزيم بس الناس السمر اكتر يعني ما عندهمش مناعه للفيروس ده الناس البيض عندهم مناعه شويه فعلمهم المور كومن في الاولد ايج مش الاطفال الصغيره باي تايم باي ايجينج ايه كميه الانزيم يبقى شرب اللبن ومنتجات الالبان بيعمل لي ايه ديستنشن كوليكس دايريا منتجات الالبان مش بس كميات ان شاء الله شوكولاته فيها ايه لبن لو طفل صغير وانا خايف عليه من الدايريا اللي ورا بعضها هديله لبن
في اللاكتوز مهضوم على الجاهز اسمه لاكتوز فري ميلك. اكيد لبن مش رخيص، لاكتوز فري ميلك مهضوم على الجاهز. طب انا كبير، انا كبير مش هاخد لاكتوز فري ميلك، ممكن اخد بديل رخيص. ايه البديل الرخيص ده؟ زبادي، يوجورت. اثناء تصميم الزبادي في بكتيريا بتشتغل عليه بتكسر اللاكتوز طبيعي الى فري جلوكوز فري جالك، يبقى ناخد زبادي في لاكتوز مهضوم بكتيريا بتكسره او وانا كبير يعني، او امتنع بقى عن اللبن ومنتجاته فلازم اجيب الكالسيوم من مصادر، اخد دواء كالسيوم وفيتامين دي وحاجات لو انا همتنع عن اللبن ومنتجاته. او ممكن في ناس ما اعرفش هنا عندنا في مصر ولا بره بس بيجيبوا فعلا شرب الصيدليه انزايم، كان زمان عاملين برزنتيشن يشتروا الانزايم من الصيدليه يحفظوه في الثلاجه عشان ما يحصلش ديناتوريشن، وكلهم يشربوا لبن ولا مش عارف ايه، يحطوا نقطتين ثلاثه من الانزايم على اللبن ويرجوا ويسيبوه ربع ساعه يشتغل يهضم الايه لاكتوز. يعني الانزايم بيتاخد دروبر او بيتاخد حتى تابلتس في البق بس يبقى كوتت يحميه. احنا نظام ال اتش اي سي ال في الاطفال لاكتوز فري ميلك من غير لاكتوز، كبار يوجورت زبادي، امتنع عن اللبن ومنتجاته، اخد الانزايم قبل الوجبه او على الوجبه تحط الايه الانزايم في الراس او تعمله دروبينج على الوجبه. ده كان لاكتوز انتولرانس. طب في مرض تاني، هو مين التو انزايمز اللي كانوا عاملين كومبلكس مع بعض؟ سكريز وايزومالتيز. في ديفيشنسي فيهم مش هتهضم الحاجه اللي فيها السكروز ويحصل لك انتفاخ ومغص ودياريه. مين حاجه فيها السكروز بقى؟ سكر وعسل اسود. اي حاجه فيها سكروز هي لك نفس الاعراض بعد وجبه الايه السكروز. كده خلصنا الحمد لله.